صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبك الاثنين، أول يوم في هذا الأسبوع الجميل. ما شاء الله خلال هذا إجازة نهاية الأسبوع كان ما شاء الله أمطار خير وبركة، والجو اليوم جميل وصح وفي غيم خفيف، فما شاء الله بداية أسبوع رائعة وإيجابية. في بداية هذا البرنامج، برنامجكم صحة وسعادة، صبح عليكم بالخير، ونقول لكم برنامج صحة وسعادة يطلع عليكم كل يوم من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10 و10 دقائق تقريبا إلى قريب الساعة 11، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة إذاعة نور دبي. وطبعا مثل ما تعودتوا برنامج صحة وسعادة يقدم لكم آخر أخبار هيئة الصحة في دبي، سواء كان خدمات، ضيوف مميزين يطرحون مواضيع تهمكم، مواضيع مهمة يناقشون، المواضيع اللي مثل مواضيع الساخنة على الساحة. وإذا عندكم أي موضوع، أي موضوع مهم، أسئلة في بالكم، لا تنسوا تتواصلوا معنا على أرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. اليوم معاي في الإخراج نمر محمد عبده، وفي التنسيق إسراء الهاجري، وهذه محدثتكم دكتورة ندى إسراء الهاشمي، سوري إسراء الهاشمي، ومحدثتكم دكتورة ندى الملا. إن شاء الله يكون خفاف عليكم، ونذكركم بفقرات البرنامج مثل ما تعودتوا دائما. أول شيء يكون عندنا آخر الأخبار والدراسات العلمية، بعدين آخر مستجدات التواصل الاجتماعي، وعندنا فقرة مهمة في التغذية عن حمض الفوليك وأهميته ومصادره الطبيعية، وآخر فقرة عن أهمية التطعيم ضد كوفيد-19. وقبل أن نطلع في صحة وسعادة، سمعت في الأخبار أن وصلنا في الإمارات ما شاء الله 93% من السكان قد تم تطعيمهم بجرعتين ضد كوفيد-19. الحمد لله هذا رقم جدا ممتاز، ممكن إحنا سباقين أكثر من معظم دول العالم. وهذه دعوة بما ذكرنا التطعيم لكل حد لا يزال متردد، أو ممكن يكون خذ الجرعة الأولى وطافت الجرعة الثانية لأي سبب من الأسباب. وايد مروا عليهم مثل المرضى أن خذ الجرعة الأولى بعدين صار لأي شيء، ياله كوفيد، سافر، كان مريض، أيا كان السبب طافت الجرعة الثانية، فمو بعارف الحين هل يأخذ الجرعة الثانية ولا يرد الجرعة الأولى. أنا أنصحكم أنكم تحجزون موعد وتأخذون الجرعة الثانية للتطعيم عشان بعدين تلحقون تأخذون الجرعة الداعمة. لا ننسى أن الحين التوصيات العالمية كلها على الجرعات الداعمة، يعني المفروض الجرعتين الأولى والثانية صارت شيء بديهي، يعني كل ما أخذنا، والحين نتكلم عن الجرعات الداعمة. فإذا طافتكم الجرعة الثانية تواصلوا مع هيئة الصحة بدبي أو أي مكان تكون ساكنين فيه في الإمارات الأخرى، واحرصوا على أخذ موعد لأخذ الجرعة الثانية عشان بعدين تأخذون الجرعة الداعمة. في الخبر المحلي اليوم عندنا سؤال يقول: ما هو مفتاح الصحة العقلية؟ يشير تقدير الذات إلى الإحساس العام بالقيمة الذاتية للشخص، أي تلك الصورة التي يرسمها الإنسان عن نفسه والأجزاء التي يختار التركيز عليها. وفقا لجمعية علم النفس الأمريكية، فإن التمتع بتقدير الذات العالي هو مفتاح الصحة العقلية الإيجابية والرفاهية، لأنه يساعد الأفراد على تطوير مهارات التأقلم والتعامل مع الشدائد ووضع السلبيات في منظورها الصحيح. شو يعني أول سطرين من هالخبر أو هالدراسة؟ معنا لازم يكون عندنا تقدير عالي لنفسنا مهما كان مثبطين من حوالينا، وأنا دائما أقول اللي يثبطكم صكوا بلك. ويرتبط تقدير الذات العالي أيضا بالسلوك الاجتماعي الإيجابي مثل الكرم والتعاطف والمرونة والعلاقات الأسرية الداعمة. كذلك يؤثر احترام الذات على عملية صنع القرار لدى الأفراد من خلال التمتع بنظرة إيجابية لأنفسهم ولإمكاناتهم. وخلصت دراسة أجريت على طلاب الجامعات الذين يتمتعون بتقدير أكبر للذات ولديهم علاقات أكثر حبا مع عائلاتهم، أنهم كانوا أكثر نجاحا في الدراسة وتكيفوا بشكل أفضل مع العيشة في بيئة جديدة. لكن شو العوامل التي تؤدي إلى تدني تقدير الذات يعني
تدني تقدير احترامي النفسي أو تقدير الذاتي. تتفاوت العوامل التي يمكن تؤثر على احترام الذات من شخص إلى آخر، من العمر، الأمراض، القدرات البدنية، الوضع الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا مع وجود السوشيال ميديا. الناس قامت تحس أن هناك ستاندرد معين لازم كلنا نكون عليه، وأي حد تحت هذا الستاندرد أو هذا المعدل معناه هو مو بزين، مو بكفؤ، ما يشتغل كفاية، وهذا شيء غير صحيح. يجب دائما أن نأخذ صورة إيجابية عن نفسنا، وطبعا التجارب الحياتية تعد العامل الأكثر أهمية في تدني تقدير الذات، فغالبا ما تكون تجاربنا هي الأساس لتقدير الذات بشكل عام. فأولئك الذين يتلقون باستمرار تقييمات مفرطة من النقد السلبي من العائلة والأصدقاء، من المرجح أنهم يعانون من تدني احترام الذات، على عكس الذين يحصلون على التقييم الإيجابي غير المشروط طبعا من أهلهم وأصدقائهم، فهم يكونون أكثر ميلا للتمتع بتقدير الذات العالي. وشو كنت أقولكم؟ أي حد ينتقدكم بشكل مستمر ويقلل من قدر شغلكم، جهدكم، إنجازاتكم، صكوا بلوك. ما تحتاجوا ناس سلبية في حياتكم، الدنيا جدا جميلة وفيها وايد إمكانيات كبيرة. ما نحتاج شخص سلبي يحرص بشكل دائم أنه يحبطنا أو يقلل من تقديرنا لذاتنا. ترى الكلام السلبي يوصلنا يقلل من تقديرنا لذاتنا ويجيب لنا أمراض. فليش نجيب أمراض؟ عطوا بلوك أحسن. بما نقول عن البلوك رح نروح إلى أسماء الجناحي وما هو جديد السوشيال ميديا. صباحك وردي أسماء. صباح الله بالنور دكتورة عليك وعلى كل مستمعي إذاعة ورد بي. حياك الله يا أسماء، خبرينا ما هو جديد السوشيال ميديا. اللي عن بعض الأشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي، من ضمنها لاحظنا أن وايد أشخاص يحطون صور سهر وقعدات برا، الجو وايد حلو ونقول لهم استمتع بالجو، لكن لا تنسون أهمية ساعات النوم. وايد مهم نحن نحافظ على عدد الساعات، يعني حاول حتى على الأقل تعوضها سهر يوم واحد في الأسبوع. فكثرة السهر مضرة، وقلة ساعات النوم الضر مو بس على الجانب الصحي حتى على الجانب النفسي. فكنا حاطين معلومات حول عدد الساعات النوم اللي كل شخص يحتاجها حسب عمره، سواء كان من المولود الجديد حتى إذا كبار السن. وكنا حاطين قنوات التواصل الاجتماعي أيضا. من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها عن المنتجات التركيبية الدوائية، بعض الأماكن مثل الأماكن اللي فيها الأطباء الجلدية والأمراض الجلدية أحيانا يكون عندهم أدوية اسمها مثل تعتبر منتجات تركيبية، وهي المنتجات التي يتم فيها جمع نوعين أو أكثر من العناصر الرئيسية للأدوية من خلال مزجها أو تغيير مكوناتها للتوصل إلى منتج دوائي مخصص يلبي احتياجات المريض معين فقط وفقا لوصفة الطبيب. وايد مهم حطينا أيضا كيف ممكن واحد يتأكد من سلامة المنتج، لأن يعني هاي أشياء ما تنباع في الصيدلية، هذه تستوى خاصة للمريض في بعض العيادات أو المراكز المتخصصة. حطينا تقريبا إرشادات كيف واحد يقدر يتأكد من سلامة المنتج الطبي اللي معطينا، أيضا وين غالبا هالمنتجاتكم موجودة، غالبا في عيادات الجلدية والتجميل المرخصة. وايد مهم نحن نتأكد أن المراكز اللي نسيرها تكون مرخصة من هيئة الصحة دبي إذا كانوا في إمارة دبي. هي توجب حصول على وصفة طبية، نعم لازم يكون عنده وصفة طبية لهذا المنتج. أي إذا كان في أي أعراض جانبية لا سمح الله، أو أن في أي شخص حس أنه يبغى يبلغ يقدر يتواصل. كنا حاطين أيضا طرق التواصل مع هيئة الصحة في الدي في حال أنهم كانوا يبون يبلغون عن مثلا أعراض جانبية أو يبلغون عن أي شيء متعلق بهاي الخدمة أو بهذا الأدوية، سواء كان من إيميل أو البنك الإلكتروني الخاص في هذه الأمور في هيئة الصحة، أو من خلال نظام الخاص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع على اسمه رادار سمارت أبليكيشن، وهو هذا مخصص للجمهور. وقبل ما نختم نعطيكم هاي النصيحة الحلوة الصباحية، بما انه يوم اثنين مميز، ونقول خصص في بداية الأسبوع 15 دقيقة لتخطيط مهامك لهذا الأسبوع. كلما كانت المهام منظمة كلما كان العمل أوضح وأسرع إنجازا. نتمنى لكم صباح مميز وكل اثنين وانتو أجمل موظفين وطلاب وجمهور.
شكرا شكرا لك يا أسمى حبيبتي، نهارك سعيد، شكرا لهالرسالة الإيجابية. قبل نطلع فاصل بس مثل ما قالت أسمى عن ضرورة يعني نطلع ونستمتع مع الحرص على أخذ قسط كافي من النوم، وأنا أقول بعد نطلع ونستمتع، في وايد ناس يعني تقول لا إحنا نخاف من الكورونا ما بنصير وبرد، اطلعوا واستمتعوا وخذوا إجراءاتكم الاحترازية إن شاء الله والحافظ الله، طالما إحنا مطعمين ماخذين إجراءاتنا الاحترازية، نلبس الكمام، التباعد، تعقيم اليدين، إن شاء الله ما في شر، لكن يجب أن نخرج ونستمتع بالأجواء وبالأماكن للحصول على صحة نفسية أفضل. فاطلعوا اطلعوا توكلوا على الله وخذوا إجراءاتكم الاحترازية وإن شاء الله ما عليكم من شر. فنحن نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا فقرة التغذية بنتكلم عن حمض الفوليك، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم لنكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أخونا عبد الرحمن الحصاي صبح عليكم بالخير، شكرا أخوي عبد الرحمن لتواصلك المباشر والمستمر. السلام عليكم، كيف الواحد يبلغ عن العيادات الغير مرخصة ما هي جهة التواصل؟ تواصل مع رقم الهيئة على 8342. طبعا يعتمد العيادات مرخصة من أي جهة، يعني أي جهة مفروض ترخص هذه العيادات، هم إن شاء الله بيوجهونكم عن طريق مركز الاتصال التابع لهيئة الصحة بدبي. وطبعا بنسير فقرة التغذية اليوم نتكلم عن حمض الفوليك وأهمية هذا الحمض والمصادر الطبيعية له. بيكون معانا إن شاء الله اليوم الأستاذة فاطمة الخروصي، أستاذة اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الورد أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا، صباح النور والسرور. أهلا فيك في صحة وسعادة. أهلا وسهلا حبيبتي، حياكم الله. الله يحييك. أول شيء نفيد نقول ما هو حمض الفوليك وشو هي أهميته وفوائده؟ أوكي، حمض الفوليك طبعا غالب الناس يسمعون عنه عن طريق أدوية أو عن طريق مصادر طبيعية موجودة في الأطعمة، بس هم مش عارفين أن حمض الفوليك هو عبارة عن فيتامين B9، وهذا الفيتامين مهم جدا في تصنيع خلايا الدم الحمراء، يعني عن طريق انه يساعد في نمو وبعد وانقسام الخلايا اللي تؤدي وظائف الخلية بشكل صحي وافضل. وغالب الناس يكون عندهم هاي المشكله بسبب نقص حمض الفوليك، يؤدي الى اصابه نوع من فقر الدم اللي هو اسباب نقص في حمض الفوليك، فيؤدي إلى طبعا التعب والضعف وشحوب في البشرة. ممتاز. شو العناصر الطبيعية أو مصادر الطبيعية لحمض الفوليك؟ في عدة مصادر طبيعية من حمض الفوليك، ومن أهمها هي الموجودة في الخضروات الورقية الخضراء الداكنة، دائما نقول الداكنة مثل السبانخ، الرويد، الجرجير، هاي كلها فيها نسبة عالية جدا من حمض الفوليك، تقريبا ما بين 75-250 ميكروغرام لكل كوب. بعد طبعا في مصادر ثانيه مثل البرتقال والجريب فروت والبروكلي، ايضا الفاصوليا فيها نسبه عاليه تقريبا يعني من المصادر الطبيعيه، ففيها نسبه عاليه توصل الى 150-300 ميكروغرام للكوب الواحد. البازلاء بعد فيها حمض الفوليك، العدس تقريبا جدا عالي ومن افضل الاطعمه الغنيه بحمض الفوليك تقريبا توصل 360 ميكروغرام. عندنا الافوكادو، الباميه اللي هو البقدونس، حبوب اللي هو عباد الشمس اللي هو الحب الشمسي، الفراوله بعد من الخضروات، عندنا الهليون والقرنبيط بعد، هاي في نسبه عاليه. بس كليم الجبل نوع من الأعشاب فيه نسبة جدا عالية تقريبا توصل 100-300 ميكروغرام ل100 جرام تقريبا، فهاي بعد فيها نسبة عالية. طبعا في كثير من الأطعمة من ضمنها الريحان، الطماطم، الباباي، اللوز، من المكسرات بعد العالية من حمض الفوليك. عندنا الجزر نسبة تقريبا 5% من الاحتياج اليومي ممكن تاخذه لكل كوب. حتى بذور الكتان خاشقتين تقريبا من بذور الكتان تعطينا 50 ميكروغرام من حمض الفوليك. ممتاز. حمض الفوليك لو حد عنده نقص، في ناس دائما طبعا تستسهل اخذ حبوب حمض الفوليك او الفوليك اسيد اللي تنباع برا لان حبته صغيره وموجود في كل مكان، لكن شو اهميه ان احنا ناخذه من المصادر الطبيعيه ما نعتمد على المكملات الا طبعا بوصفه الطبيب، وشو بيصير لو صار عندنا نقص حاد في حمض الفوليك؟
شوفي، هو طبعا اذا كان نقص حاد في حمض الفولك لازم الشخص ياخذ المكملات عن طريق الدكتور، لان الدكتور يوصف لي اياها بكميه بحيث انه توصل للمعدل الطبيعي. بس بعد المعدل الطبيعي، واذا كان الشخص من النوع اللي اصلا عنده مشاكل دائما في نقص حمض الفولك، انه عنده فقر دم على طول، عنده سوء امتصاص في الحديد، فيفضل انه ياخذ المصادر الطبيعيه عشان ما ينزل اللي هو حمض الفولك لمستوى اقل. فبالتالي احنا دائما ننصح عشان ما اصلا ما اصل لمرحله اللي هو النقص الحاد، انه اخذ من مصادر طبيعيه طبعا. لكن اذا كان الشخص محتاج هذه الكميه ومبين في فحوصات الدم عنده نقص حاد، يفضل طبعا البالغين يكون تقريبا ياخذونه عن طريق مكملات غذائيه توصل ل 400 تقريبا مايكروغرام لليوم الواحد. اما اذا الاشخاص قادرين انه ياخذون من هالمصادر الطبيعيه الموجوده في المصادر الطبيعيه اللي انا ذكرتها الحين، ممكن ياخذونها ويستغنون عن المكملات الغذائيه. بالنسبه للنساء اللي هم البالغات اللي هم يخططون للحمل، يحتاجون بعد انه ياخذون هالمصادر، لانه يعني يكونوا مثلا بعيدين عن تعرضهم لانه يولدون طفل عند تشوهات خلقيه. فبالتالي اذا خذوا تقريبا ما بين 400 جرام الى 800 مايكروغرام من حمض الفولك يوميا، اللي بعد ممكن يستغنون عن حمض الفولك. بس في النهايه اللي هو الفحوصات الطبيه تبين مدى درجه النقص واذا كان حاد ولا طبيعي. ممتاز. شكرا لك استاذة فاطمة الخروصي، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص حمض الفولك. حياك. شكرا لك. طبعا مثل ما قالت استاذة فاطمة، ما شاء الله مصادر حمض الفولك ترى متعددة وكثيرة، مثل ما قالت الكليل الجبل او يسمونه وايد حالي معرفهم اسم الروزميري، ونوع من انواع الاعشاب المطيبات اللي موجودة بكثر في كل مكان ما تروحون تحصلونه غني جدا دم بحمض الفوليك، ايضا السبانخ، الاوراق الخضراء، العدس وغيره. فحمض الفوليك مهم جدا بما انه هو احد افراد عائله الفيتامين بي المهمه طبعا لصحه الاعصاب وصحه الجسم، ويمنع الاصابه بفقر الدم. فنحرص ان يعني ندور عن مصادر الفوليك اسيد وندخله ضمن اكلنا اليومي. من الفوليك أسد في دراسة أو في خبر لفت انتباهي، لأن أنا نفسي صراحة يعني ما كنت متأكدة من المعلومة، ما الفرق بين البيض الأبيض والأحمر؟ من يحب البيض الأبيض من يحب الأحمر؟ أنا أحس الأحمر أحلى. إنزين، طبعا يعتبر البيض واحد من أهم الأغذية التي يحتاج إليها جسم الإنسان، ويتنوع البيض من طائر إلى آخر. إذا أغلب الدواجن التي تبيض يمكنها تناول بيضها، مثل بيض النعام، بيض الحمام والأوزة والبط، ولكن يعتبر طبعا بيض الدجاج الأكثر استخدامه. بيض الدجاج فيه من أنواع وألوان، في بيض في صفارين، في بيض بلدي، في بيض زراعي، بيض عضوي وايد، وفي الحين بعد بيض غني بالفيتامين دال، وفي بيض غني بالأوميجا 3، وفي وايد أنواع. يعني ما شاء الله حتى البيض صار فيه أنواع وأصناف تي تختارون. إنزين، الحين بالنسبة لألوان البيض، بنلاقي في بيض أحمر، في بيض أبيض أو أحمر يسمونه البني. يعني يستخدم التجار عبارة البيض البلدي للبيض اللون الأحمر، لكن المزارع اللي يمتلك قنة من الدجاج يلاحظ أن الدجاجات هي البلدية لا تضع بيضا من هذا اللون. كلاهما إنتاج المزرعة نفسها، ولكن لون البيض يختلف باختلاف شو؟ الدجاجة. يعني اختلاف لون البيض يعتمد على الدجاجة. الدجاجة اللي لونها أحمر تنتج بيضا بنيا، ودائما نلاقي سعر البيض البني أغلى من السعر بيض الأبيض، لأن الدجاج اللي لونه أحمر أغلى من الدجاج اللي لونه أبيض. فالفوائد الغذائية اللي نحصلها من البيض الأبيض والبيض البني نفس الشيء، لكن الاختلاف فقط في الدجاجة التي تضع البيض الأبيض والدجاجة التي تضع البيض البني. طبعا لون صفار البيض ما يفرق بين الأبيض والبني، لكن إذا كان لون الصفار أغمق من غيره فهذا الاختلاف يدل أن الدجاجة تناولت الكثير من الذرة، فيأتي صفار بيضتها أكثر اصفرارا. فمعنى هذا يوم يصير سوبر ماركت مرة ثانية ما يغرنا أنه والله بني، أكيد هو بلدي، أكيد هو أحسن، يمكن في أوميجا 3 أكثر، يمكن كل البيض نفس الشيء، فقط يعتمد على الدجاج اللي تبيض هذا البيض.
طبعا انا يعني دائما الامهات لما يجون العياده ويسالوا مثلا عيالنا صعبين شوي في الاكل، انا دائما انصحهم اقول لهم اعطيه البيض. ليش؟ البيض اول شيء غني جدا فيتامين د، الدهون المفيده، في كالسيوم، في كل شيء في هذه البيضه. زائد البيض منتج رخيص نسبيا، وممكن تقديمه يعني النوع البيضه الواحده ممكن تقدمينها بمختلف الانواع بمختلف الاشكال، بالتالي ما يستوي هذا الملل. يعني ممكن مثل اليوم أعطيه بيض مفور أو يعني مغلي بقشرة وخليه يقشر شيء على الطاولة ويعني يخبص الدنيا، لكن الطفل يستمتع. باكر أعطيه بيض مقطع، ورا باكر أعطيه بيض عيون، بعد هذا أعطيه أومليت. فالبيضة نفسها ممكن تقدمينها بأكثر من طريقة. والبيض طبعا يعتبر غني جدا بالعناصر الغذائية اللي يحتاجونها عيالنا لنموهم، لنمو العقل. الدهون الموجودة في البيض مهمة مفيدة جدا لنمو العقل والذكاء، والأوميجا 3 الموجودة فيه والفيتامين د الموجود فيه الغني جدا في صفار البيض. عشان كذي خلينا نحرص نعطي عيالنا بيض بشكل يومي، على الأقل عريوقه ما يروح المدرسة ياكل بيض، عشان ودائما كل يوم قدمي له بشكل مختلف. اليوم أعطيه سادة، باكر شوي جبن، ورا باكر حطيه في ساندويتش، اللي بعده حطيه في صحن. فهذا الاختلاف يسهل على الطفل إنه ما يمل من البيض وايد، وفي نفس الوقت يأخذ على العناصر الغذائية المهمة من البيض. وحلو لما نودي يعني معانا الجمعية أو سوبر ماركت نخليهم هم يختارون البيض اللي هم يبونه. يعني ترى حتى العلب مالت البيض تغري الأطفال. يعني أنا لاقي دائما عيالي يميلون لألوان معينة من علب البيض. يعني علب البيض اللي في كرتون يحبونه، يحسون مثل رسوم متحركة، فحتى يحطون في الثلاجة وأشجعهم هم يطلعون من الثلاجة ويساعدوني في طبخ البيض. البيض ترى طبخة جدا سهل، خلوا عيالكم يساعدونكم، خلوهم يكسرون البيض. أدري معظم البيض يطلع فيه قشر بس ما علي، يخلطون البيض، يحطون البيض على النار. ترى جدا مهم مشاركة الأطفال في الطبخ عشان يتشجعون عقب أنهم يأكلون. فقلنا نعلم عيالنا من هم صغار أن هم يكونون معانا في المطبخ، يساهمون في أعداد وجبات العائلة وجباتهم نفسهم، عشان يحسون أن هم يعني بذلوا شيء. يعني ساعد حلو لما تحطين صحن على الطاولة وتقولي هي هذا ولدي سوا، هذا ساعدني فيه، هذا علمني. ما تعرفين قد يظهر ولدك شيف محترف. احنا راح نطلع ان شاء الله الحين فاصل بعد ما تكلمنا على البيض، والحين ما تريق هسي تريق يسوي لك بيضه حلوه حنونه. فالجو الجميل بيض جدا جميل، والا طبعا اللي عنده كوليسترول جدا عالي الناس نقول لهم خففوا من البيض، لكن بشكل عام نوصي للبالغين تقريبا 3 حصص من البيض اسبوعيا، اخذوه بطرق متنوعه عشان ما تملوا من البيض لانه جدا مغذي، واهم شيء تاخذون منه شو الفيتامين د. راح نطلع ان شاء الله فاصل، وبعد الفاصل نروح نكمل صحه وسعاده. صحة وسعادة، ورجعنا لكم لنكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل 6005514114، والرسالة النصية على 4006. مثل ما ذكرت في بداية الحلقة أن الفقرة اليوم راح تكون عن أهمية التطعيم ضد كوفيد-19. طبعا يعتبر التطعيم ضد كوفيد-19 أحد الوسائل المهمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف مضاعفاته السلبية على المرضى، وخاصة كبار السن وممن يعانون من ضعف المناعة بشكل عام. في حلقة اليوم سنتحدث عن أهمية أخذ اللقاح ودوره في تعزيز وحماية صحة أفراد المجتمع. يسرنا يكون معنا عن طريق الهاتف الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتورة هند. دكتورة هند صباح الخير. صوتك شوية بعيد. الحين شوية أفضل. شخبارك دكتورة هند؟ حياك الله بصحة وسعادة. الله يحييك، كل عام وانتي بخير دكتورة. وانتي بالصحة والسلامة، إن شاء الله عام 2022 يكون سنة خير علينا جميعا إن شاء الله، وتحمل دائما أخبار حلوة بإذن الله. إن شاء الله. نتكلم أول شيء دكتورة هند عن أهمية التطعيم ودوري في الحد من جائحة كوفيد. طبعا دكتورة مثل ما انتي تعرفين احنا ما زلنا نكافح جائحة كوفيد 19 اللي الحين بنكمل ثالث سنة. فإحدى المفاتيح الرئيسية إن إحنا
نتجاوز هذه الجائحة ونرجع للحياة الطبيعية هي اللقاح، لقاح كوفيد 19 أثبت فعاليته في الحد من مضاعفات المرض وأيضا في الحد من عدد الحالات المرض. لذلك احنا يعني دائما نعيد ونزيد عليهم ان لازم تبادرون. اتوقع الحين هذا الوقت معظمنا حصل على لقاح كوفيد 19، لكن ما يضر ان احنا نذكر ايضا الاشخاص اللي ما زالوا يقولون ان اللقاح ما في منه اي فايده. احنا نرد ونذكرهم ان اللقاح بالفعل هي احدى المفاتيح الرئيسيه عشان احنا نتجاوز هذه الجائحه ونرجع للحياه الطبيعيه. ممتاز. شو أهمية اللقاح في الوقاية من المرض، من الإصابة بالمرض نفسه وتخفيف مضاعفات السلبية على المرضى، وشو المضاعفات اللي يسهم اللقاح في التخفيف منها؟ طبعا احنا نعرف ان كوفيد 19 يعني هو مرض ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث، وايضا له مضاعفات جدا عديده خصوصا على الفئات الاكثر عرضه، الفئات اللي احنا نسميها اللي شويه يعني لازم احنا ندير بالنا عليهم، كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه، ايضا الاطفال ونساء الحوامل. هذول احنا نقول انتم فئات اكثر عرضه للاصابه بالمضاعفات اللي ممكن ان تؤدي الى دخول للمستشفى، وايضا ان انتم تضطرون تدخلون او للعنايه المركزه يمكن، او ان يركبون عليكم اجهزه التنفس هذه كلها. فاللقاح اثبت ان يعني هو ساهم في تقليل عدد الحالات من كوفيد، وأيضا إذا لا سمح الله أصيبوا بكوفيد الدراسات كلها تقول أن المضاعفات اللي كانت تؤدي إلى الدخول للمستشفى ودخول للعناية المركزة قلت بنسبة جدا كبيرة بعد حصولهم على هذا اللقاح. ممتاز. دكتورة هن طبعا الحين مثل ما كنت أقول في بداية الحلقة، يعني صار أن أخذ جرعتين لقاح صار شيء بديهي، يعني المفروض أن الكل تقريبا أخذ جرعتين لقاح. وصلنا تقريبا في الإمارات 93% من السكان تم تطعيمهم بجرعتين من اللقاح، والحين صار التركيز الحين على الجرعات المدعمة. فلو ممكن نتكلم عن أهمية الجرعة المدعمة، ليش لازم الناس تأخذ جرعات مدعمة للتطعيم؟ طبعا الجرعة المدعمة تكمل الشغل اللي الجرعتين سوتها في السابق، لأن الدراسات كلها قالت إن شوية من فعالية الجرعتين شوية تقل مع مرور الوقت. لذلك وجب علينا أن إحنا نقوم بأيضا توعية الناس بضرورة أخذهم بالجرعة الداعمة، لأنها راح تدعم الشغل اللي سوتها الجرعتين السابقتين، وأيضا توفر لهم الحماية بنسبة أكبر من الإصابة بكوفيد وأيضا من الإصابة بالمضاعفات. ممتاز. في بعض المتعاملين يسألون هل الجرعة المدعمة تركيبتها غير عن الجرعة العادية، ولا هي نفس الجرعات اللي أخذناها السابقة؟ لا، هي نفس، حاليا هي نفس الجرعات اللي احنا أخذناها سابقا، لكن مثل ما احنا قلنا لأن مع الوقت، وهذا مش فقط للقاح كوفيد 19 دكتورة انت أدرى يعني ان في بعض اللقاحات تستوجب ان احنا ناخذها بشكل دوري بين كل فترة والثانية، لها صحيح مدة زمنية معينة، فعالية معينة. هذا مش بس عشان كوفيد، ولكن احنا نعرف مثلا الانفلونزا الموسمية احنا ناخذها كل سنة بحكم طبيعة الفيروس هذا، وايضا عندنا العديد من اللقاحات الاخرى ما نبي نتطرق اليها، لكن اللي ماخذ هاي اللقاحات دائما لما ياخذها يقولوا له ترى هاي مدتها مثلا سنتين، مدتها ثلاث، مدتها خمس، في بعض اللقاحات اللي هي مدتها مدى الحياة. فلقاح كوفيد لان شفنا ان فعاليته مع مرور الوقت ما كانت مثل السابق، لذلك احنا بدينا نعطي الجرعة الداعمة اللي هي بتكمل شغل الجرعات هذه. ممتاز. دكتورة هند، لو ممكن نذكر الناس بأهم الإجراءات الاحترازية اللي لازم يتبعونها مع أخذهم للقاح. يعني في ناس تقول ما دام أخذت اللقاح معنا خلاص مو لازم ألتزم بإجراءات، مو ممكن يصيب المرض. فنركز على نقطة أنه أخذ اللقاح زائد التزام بإجراءات الاحترازية. يمكن الناس منا ومن كثر ما نعيد ونزيد عليهم دكتورة، لكن كل الدراسات حتى الآن قالت إن ما زالت الإجراءات الاحترازية اللي إحنا نقوم فيها هي جدا فعالة في حمايتنا من التقاطنا لهذا المرض وأيضا من نشرنا لهذا المرض. فأول شيء طبعا إحنا نحافظ على مسافة كافية بيننا وبين الآخرين، لأن إحنا نعرف إن هذا الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ. الرذاذ صحيح.
يتحرك لي مسافة معينة وبعدين خلاص ينزل ويستقر على الأسطح. فلذلك إحنا محافظتنا على مسافة بيننا وبين الآخرين، لأن كذي إحنا نضمن إن هذا الرذاذ ما بيوصل لنا، وعشان إحنا نضاعف من حمايتنا من التقاطنا لها الرذاذ نقوم بارتدائنا للكمامات، لأن بارتدائنا بالكمامات شو ما كانت نوعها بتوفر لنا جزء من الحماية، سواء أنت كنت صاحب الرذاذ الملوث أو كان الشخص اللي يكلمك صاحب الرذاذ الملوث. ارتدائنا بالكمام هذا يقلل بنسبة جدا كبيرة من انتقال العدوى، وأيضا حفاظنا على نظافة أيدينا، لأن إحنا مثل ما قلنا استقر على الأسطح، أو إحنا مثلا إذا مسكنا سلمنا بالإيد، فحفاظا على نظافة أيدينا وغسلها باستمرار وتعقيمها باستمرار يوفر لنا أيضا حماية جدا فعالة. وطبعا كثير للأسف شوية تهاونوا في إجراءاتهم الاحترازية دكتورة في الفترة الأخيرة، قمنا نشوف العديد من الأشخاص يوم يشوفون أصدقائهم وأحبائهم يحضنونهم ويسلمون عليهم بالإيد، الكمامات ما قاموا يلبسونها مثل السابق، ما قاموا يرتدونها بالطريقة الصحيحة مثل السابق. وأيضا في نقطة جدا مهمة، أن الشخص لما يكون مثلا أنا يعني سمعت العديد مسافرة وخلاص قررنا ما نلبس كمام، قررنا ما نلتزم بهاي الإجراءات كأنه ما شيء كوفيد في الدولة اللي هم سافروا فيها. فأنا أقول لهم يعني اللي أنت تسوونه هني لازم تسوونه كل مكان، مش لأن مثلا ما شيء إجراءات ممكن يحاسبونكم عليها، لكن هذه مسؤولية مجتمعية. أنت بالسفر وإهمالك لهاي الإجراءات أنت بهاي الطريقة ممكن تنقل العدوى هناك أو تلتقط العدوى هناك وتيبها للبلاد. فلذلك يعني هاي الإجراءات الواحد يطبقها في المكان، في بيته، في عمله، في سفرة، في طلعاته مع أصدقاء، ما ننسى هذه الإجراءات دائما دكتورة إلين ما نتجاوز هذه الجائحة إن شاء الله. أكيد أكيد، وهذا تذكير الجميع بضرورة أخذ الاحتياطات، وأنا أشدد بعد على موضوع نظافة اليدين، وايد مهم تحقيم اليدين بشكل مستمر. في وايد ناس تقول طامن نفسك كمام خلاص، لكن إحنا نلمس كثير من الأسطح، ترى لما نروح المول، لما نسير عيادة، لما نسير سوبر ماركت نلمس العديد من الأسطح. وصح لما نسير سوبر ماركت تلاقي دائما ما شاء الله العربات معقمة وشي، لكن إحنا بعد لازم نعقم إيدنا، لأن حتى لو نلبس كمام لمس سطح ملوث، لمست عيني، لمست حلجي أو أنفي، قد أنقل العدوى لي، ومو شرط كوفيد، يعني هذا الكلام دائما مو شرط الكوفيد، أنقل التهاب العين، فيروسات مختلفة، بكتيريا مختلفة، فلازم نحرص على نظافة اليدين دائما بشكل مستمر. صحيح، هذا يعني يمكن شيء يمكن إحنا بنكمله معانا حتى عقب الجائحة، لأن لاحظنا يعني حتى عدد حالات الإنفلونزا وحالات نزلات البرد قلت بكثير نتيجة تطبيق الأشخاص لهذه الإجراءات الاحترازية اللي هي من ضمنها أيضا غسيل اليدين دكتورة. أكيد دكتورة، عند ذكرتي بخصوص التجمعات وأن لازم نلتزم الإجراءات الاحترازية، طبعا كل نهاية أسبوع في تجمعات عوائل أصدقاء، فشو النصيحة اللي تعطينهم للناس لما يجمعون في مثل هالأماكن؟ قلت طبعا ناس تحضن وتبوس ولا كأنه في كورونا ولا كأنه. أول شيء أنا أقول لهم الشخص اللي يحس نفسه تعبان، الشخص اللي عارف نفسه مخالط لشخص مريض، مش على بعضه يعتذر عن حضوره لهذه المناسبات والاجتماعات. يقول لهم اسمحوا لي يا جماعة أنا اليوم ما أحس أني أنا على بعضي، أحس شوية فيني إرهاق وتعب، فاسمحوا لي أنا ما بقدر أحضر هذا هاي المناسبة. والكل بيعذره، وبالعكس الكل بيقدر هذا الشيء فيه بحكم أنه هو إنسان مسؤول ويحاتي ويداري سلامة الأشخاص اللي بيحضرون هذا التجمع. هذا رقم واحد. رقم اثنين، كماماتنا نحاول نلبسها قدر المستطاع في تجمعاتنا، نحافظ على مسافات كافية، ولما نشوف بعض نحاول يعني إنه هو يمكن شوي صعب، ولكن أتوقع الحين خلاص تعودنا إن إحنا نسلم من بعيد، خلاص يعني الاحتضان والتقبيل هذا نخليه حق عقب، حاليا نسلم على بعض من بعيد، كفاية إن إحنا موجودين ونتشاور نشوف بعض، ولكن بعد هاي الرعاة مسافة كافية بيننا وبين الآخرين، نعقم إيدنا بين الفترة والثانية،
حتى مثلا اذا في مثلا دكتوره مشروبات او ماكولات نحاول نذكر نفسنا ان احنا ما ناكل من صحن واحد، ما نشرب من كوب واحد، كل واحد يكون له صحنه الخاص، كوبه الخاص، يعني عشان زياده في الاحتياط سبحان الله. لان احنا نعرف يعني اذا كلنا من اكل واحد في احتمال ان ينتقل المرض لاشخاص، الاشخاص كلهم اللي ياكلون من هذا الصحن، فكل واحد يكون له كوبه الخاص او صحن الخاص. وايضا جدا مهم ان بعد حلو انا شفت كثير من الاشخاص في التجمعات يحرصون على ان ياكدون على بعض، إذا أنت مطعم تقدر تحضر هذه المناسبة، إذا أنت مثلا يعني ماخذ جرعتينك أوكي تقدر تحضر. فحلو بعد أن احنا نذكر نفسنا في هذه المناسبات والاجتماعات بضرورة أخذنا للقاح كوفيد. ممتاز. دكتور هند، وايد من الناس تسأل لما نقول احنا لازم ناخذ اللقاح ونلتزم بالإجراءات عشان نرجع الحياة الطبيعية، فوايد أسئلة تقول شو راح تكون حياة طبيعية بعد ما يكون لقاح والناس كلها تطعم وداخل جرعات مدعمة؟ كيف راح تكون حياة طبيعية؟ شو وجهة نظرك في الموضوع؟ والله أنا اللي أشوفه أنه ما في شيء يرجع بالضبط مثل السابق، لأن إحنا تعلمنا وايد أشياء من كوفيد، صح، سواء على الجانب الطبي، المهني، الحياتي، الشخصي. إحنا تعلمنا وايد أشياء وصرنا نقدر اللحظات الصغيرة هذه مع أحبائنا وأصدقائنا. أما من الناحية الطبية فإحنا يعني يمكن مثل ما كنا نتكلم دكتورة قبل شوي عن نظافة الإيدين، يمكن هذه العادة تستمر معنا، يمكن أيضا يستمر معنا عادة والله الشخص المريض يمكن ما يحضر لهذه المناسبات والتجمعات بحكم أنه مش كوفيد، إحنا نتكلم عن جميع الأمراض اللي تنتقل عن طريق الرذاذ والعطاس وهذه الأشياء. فيمكن يعني أنا ما أعرف كيف شو هو الطبيعي اللي بيكون، ولكن ما في شيء بالضبط يرجع مثل السابق بحكم أن إحنا تغيرنا في هاي الفترة الزمنية، فطبيعي جدا أن الطبيعي بيكون الطبيعي بشكل جدا مختلف. أكيد أكيد. دكتورة هند العوضي، رئيس لنيو نورمال بيكون، أيوة، يعني ما رح يكون نفس قبل، رح يكون الطبيعي اللي صار الحين بالنسبة لنا طبيعي رح يكون هو الطبيعي الجديد يعني، بس إحنا لازم نتعود عليه. فأنا شاكرة دكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، مداخلتك معانا اليوم بخصوص أهمية التطعيم ضد كوفيد 19. شكرا دكتورة، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. فمثل ما قالت دكتورة هند إن رح يكون الطبيعي الجديد على قولتهم، مثل ما تعرفون المصطلح ذا نيو نورمال، يعني رح يكون اللي هو أنا أتوقع الكمام رح يتم معانا فترة، التباعد شوي رح يتم معانا فترة. وأنا صراحة يعني أحس التباعد الاجتماعي بشكل الجديد، مو التباعد تذكرون قبل كان ما في زيارات، ما في روحات، ما في التباعد الجديد، يعني ترك مسافة بين وبين الناس، نعقب إيدنا بعد كل شيء. أحس هذا هو الطبيعي الزين لنا لحمايتنا، ردنا نقول مو بس كوفيد، من أي أمراض وفيروسات أخرى. والنقطة اللي ذكرتها بعد دكتورة هند مهمة، له يعني لو عندنا تجمع أسري، لو عندنا عزومة، لما أيا كان وأنا أحس عمري تعبانة مو بس كوفيد، أيا كان التعب ما أسير. يعني مثلا أنا في إجازة هذه عزلت نهاية الأسبوع هذه، ولدي الله يحفظه نواف كان عنده التهاب في عينه، كان مفروض نتجمع مع خواتي، قلت لهم سامحوني ما رح نتجمع، ولدي عينه ملتهبة، معنا التهاب في العين، التهاب عادي لكن يعدي، فقلت ليش ننشر المرض، ليش أنشر المرض مع أنه التهاب بكتيري عادي مع دوبير. قلت لهم سامحوني يبقى 3 إلى 5 أيام الأفضل ما نتجمع مع أنه مجرد التهاب في العين، لأن لماذا ننشر المرض وسط أفراد الأسرة؟ كل شيء لاحقين عليه إلا ما والطلعة والروحة والردة، لكن يجب أن نحرص نكون مسؤولين، يعني أنا أحرص على سلامة الغير قبل سلامتي. لازم نكون يا جماعة مثل ما نقول كلنا مسؤولين. أنا عندي أي أعراض ما أفترض أنه شيء عادي، أكيد مو بكورونا، أكيد مو بشيء، أكيد شيء خفيف، ما أفترض خصوصا في هذا الزمن. ونلاحظ أصلا معظم الناس عندنا خوف بسيط من أن ما تبغى تروح مكان فلاني، ما تبغى تروح العزومة الفلانية، ما تبغى تروح العرس الفلاني، تخاف تأخذ. فخلي نكون جميعنا مسؤولين أن أنا لو عندي أي نوع من أنواع الأعراض، كورونا مو كورونا، التهاب عين،
أيا كان ما أسير أحضر تجمعات، لأن أدري قد واحد يقول ترى دكتورة ترفع الأشياء ما تقتل الناس، مو شرط تقتل، لكن لا نسهم في نشر المرض في المجتمع. نخلي خلاص ما أنا ولدي تعبان نخلي في البيت أقعد معه يوم يصح إن شاء الله لحقين على الطلعات وعلى العزائم وعلى كل شيء. وطبعا نذكر الناس جميعا بأهمية أخذ لقاح كوفيد 19. وايد توصلني أسئلة بخصوص المرضع واللي ناوية تحمل. يا جماعة التطعيم آمن جدا للمرضعة واللي تبى تحمل، ما في مانع أنها تاخذ التطعيم، بالعكس التطعيم أفضل لها. ليش؟ لأنه طبعا أول شيء يحميها من إصابة بمضاعفات من إصابة بالكوفيد نفسه، مضاعفات الكوفيد نفسه، ولا سمح الله لو إياها وهي حامل ما يأثر عليها. تذكرون في بداية الجائحة لما كانوا يقولون أخطر فئات إياها الكوفيد هي الحوامل، لأنه مع الحمل وتوجه الدورة الدموية إلى الرحم عشان تغذية الطفل، فيكون عندها دائما، تلاحظون دائما الحامل أصلا عندها صعوبة في التنفس، نفسها يكون ثقيل خصوصا في المراحل المتقدمة من الحمل. فكان دائما يقولون إن الكوفيد يأثر على الحوامل أكثر، فكان دائما هذا الرعب موجود. فأنتي إذا ناوي تحملين أو مرضع أو حتى الحامل ممكن تاخذين لقاح كوفيد 19، فهو إن شاء الله آمن علينا، وغير هذا يحمينا ويحمي الأم من تنقل حتى لباقي أطفالها، لأن الشخص المطعم لما يجي الكوفيد يكون أقل قدرة على نقل المرض إلى غيره. فهذه نصيحة لجميع النساء، لا تسمعين كلام يارتك وخاطك ويدتك وتقولك لا لا تأخذون، لا يغير النسل، لا مو لازم تأخذين تطعيم الحين إذا ما عندك مانع طبي. والحين ما شاء الله اللقاح مثل ما قلنا صار آمن للنساء اللي تناوي تحمل أو النساء المرضعة، فسيري خذي التطعيم. دائما استشيروا الطبيب، ما نستشير ناس ما لها خبرة فالطب تقولك لا والله أنا سمعت إن لو خذتي بسوي إجهاض، أنا سمعت لو خذتي ما بتحملين، أنا سمعت لو خذتي بتحملين بأربع توائم، ما لخص، استشيروا الطبيب. ودائما أنا يعني النساء، نحن النساء دائما نحس نرتاح أكثر لو سألنا مثل الطبيب النسائية، روحوا زوروا عيادة طب الأسرة، شوف الدكتورة هناك، إذا حسيتي تحتاجين معلومات أكثر خذي تحويل عيادة النساء واسألي الطبيبة هناك. ودائما دائما ممكن نحصل استشارة عن بعد وين ما نكون، في وإحنا في بيوتنا وإحنا في مكاتبنا، عن طريق الطبيب لكل مواطن. واللي يسأل كيف ممكن نستفيد من الخدمة، تنزلون تطبيق هيئة الصحة تسجلون فيه بيطلع لكم، أو ما تفتحون تطبيق خيار خدمة الطبيب لكل مواطن، تتصلون في مركز الاتصال لحجز موعد للحصول على خدمة الطبيب لكل مواطن، خدمة رائعة تسمح لنا نحصل على أي استشارة كانت. تبين تسألين عن التطعيم، تبين تأخذين أدويتك، تبين تطلبين تحاليل، نتائج تحاليل، كل شيء ممكن تسوينه عن طريق طبيب لكل مواطن، ما عدا طبعا الحالات الطارئة يجب أن تتوجه إلى العيادات، بس غير هذا أحسن شيء طبيب لكل مواطن، أريح أأمن، الناس تخاف تدخل العيادات عشان الناس التعبانة وشي، احصلوا على الخدمة في بيوتكم. فإحنا وصلنا حلقتنا اليوم من صحة وسعادة، وأذكر الجميع بضرورة أخذ لقاح كوفيد 19 سواء كان الجرعة الأولى الثانية المدعمة، احرصوا على أخذ الجرعات المدعمة حسب الموصى فيه من توصيات هيئة الصحة بدبي. ممكن تشوفون ما هي الجرعات المدعمة الموصى بها لتطعيمكم عن طريق الدخول لحسابات هيئة الصحة بالبيت ووسائل التواصل الاجتماعي، في حسابهم في إنستغرام هناك جدول محطوط كل التطعيمات اللي ماخذينها الناس المذكورة موجودة وتقدم في هيئة الصحة أو خذوها، زائد متى يجب أخذ الجرعة المدعمة وشو الجرعة المدعمة المفروض تأخذ. يعني إذا أخذ صيني الجرعة المدعمة شو المفروض تأخذ، إذا تأخذ صيني أو بتأخذ فايزر، ومتى المفروض تأخذ الجرعة. فاحرصوا على أخذ الجرعات المدعمة للتطعيم، واحرصوا على شو الإجراءات الاحترازية، البسوا الكمام يا جماعة، عقموا اليدين عشان إن شاء الله نحمي نفسنا من الإصابة بهذا الفيروس. إحنا وصلنا نهاية البرنامج، شكرا لك نمر محمد عبده، وشكرا لك يا إسراء كنت معي في التنسيق، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، إن شاء الله أقول لكم إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأثنين القادم، دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.